بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة التاسعة، 9th unit، التسوق. شوبينج، الدرس الرابع والسبعون، 74th lesson، الحوار الثاني، second along، انظر واستمع واعد، look and listen and repeat. الباي، مرحبا، ويلكم، أي خدمة، how may I help you؟ المرأة، the woman، أريد سمكا ولحما ودجاجا، I want a fish and meat and chicken. تفضل السمكة واللحم والدجاج. Please take the fish and meat and chicken. وماذا تريدين أيضا؟ And what else do you want? أريد خيارا وبصلا وطماطم. I want cucumber and onion and tomatoes. تفضل الخيار والبصل والطماطم. Please take the cucumber and the onion and tomatoes. وماذا تريدين أيضا؟ And what else do you want? أريد سكرا وشايا وبن. I want sugar and tea. And coffee. تفضل السكر. Please take the sugar والشاي and the tea والبن and the coffee. هل تريدين شيئا آخر؟ Do you want anything else? نعم، طبق بيض، egg tray، وعلبة ملح and salt shaker. هذا طبق البيض. This is the egg tray. وهذه علبة الملح. And this is salt shaker. المطلوب 80 دينارا. 80 دينار are required. تفضل هذه 80 دينارا. Please take. These are 80 dinars. ده غلبة غلبة الملح، غلبة ملح is salt and غلبة الملح. This thing is called ulbatul milhi. Do you see this thing? Oh yeah, the parts for the ملح It is salt. called salt shaker. Oh, okay. All but lesson number 74. الوحدة التاسعة. الوحدة التاسعة، التسوق. التسوق. الدرس الرابع والسبعون. الدرس 74. الحوار الثاني. الحوار الثاني. انظر واستمع. انظر واستمع.
مرحبا، أي خدمة؟ مرحبا، أي خدمة؟ أريد سمكا ولحما ودجاجا. أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل السمك واللحم والدجاج. تفضل السمك واللحم والدجاج. وماذا تريدين أيضا؟ وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. أريد خيارا وبصلا وطماطم. تفضل الخيار والبصل والطماطم. وماذا تريد؟ تفضل الخيار وبصل وطماطم. وماذا تريدين أيضا؟ تريدين أيضا. أريد سكرا وشايا وبنا. أريد سكرا وشايا وبنا. تفضل السكر والشاي والبن. تفضل السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ نعم، طبق بيض وعلبة ملح. نعم، طبق بيض وغلبة ملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. هذا طبق البيض وهذه غلبة الملح. مطلوب 80 دينارا. المطلوب 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. علبة means what, معلم؟ علبة الملح، salt، شكر. Yes. This thing is called شكر. Salt, Oh, شكر. Okay. نمك داني. Okay. Let me type in this dialogue. بنان means what? Okay, Mr. Yasini, read this. نعم. You will repeat okay. it. Okay. والآن okay. جاء دورك. الآن جاء دورك. والآن. والآن. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. So you are shopkeeper and Maryam, you are woman.
اوكي اوكي. مرحبا، أي خدمة؟ مرحبا، أي خدمة؟ أريد سمكا ولحما ودجاجا. أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل السمك واللحم والدجاج، وماذا تفضل تريدون لي أيضا؟ تفضل السمك واللحم ودجاجة، وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. أريد خيارا وبصلا وطماطم. تفضل الخيار والبصل والطماطم، وماذا تريدين أيضا؟ تفضل الخيار والبصل والطماطم، وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا وشايا وبنا. أريد سكرا وشايا وبنا. تفضل السكر والشاي والبن. تفضل السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ هل تريدين شيئا آخر؟ نعم، طبق بيض وعلبة ملح. نعم، طبق بيض وملحة وعلبة ملح. علبة ملح علبة ملح ملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. المطلوب 80 دينارا. المطلوب 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. Okay, Yasini, you are shopkeeper. Mariam, you are a woman. Start. Okay. Start, Yasini. Okay. مرحبا، أي خدمتي؟ أنا ولا أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل السمك واللحم والدجاجة، وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا بصلا وطماطم. تفضل الخيار والبصل وطماطم، وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا شايا وبنا. تفضل السكر والشاي Yes, you need to read والبن. from the screen, not from the book. Yeah.
هل تريدين؟ هل تريدين شيئا آخر؟ نعم، بيضة طبق البيض. طبق البيض وعلبة ملح. هذا طبقة البيت بيدي وهذه غلبة الملح. المطلوب 80 دينارا. تفضلي، هذه 80 دينارا. تفضل شكرا. تفضل. تفضلي فور جير. تفضل يكون ريمين أن ياسيني زميلز وتفضل سمبل. تفضل. مس سارة. يس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوحدة التاسعة. الوحدة التاسعة. التسوق. التسوق. الدرس 74. الدرس 74. المفردات. المفردات. دينار. دينار. علبة ملح. علبة الملح. طبق بيض. طبق بيض. 80. 80. خيار. بصل. خيار. بصل. طماطم. طماطم. سكر. بن. سكر. بن. مرأة. مرأة. Anyone can answer هذا الحوار في السوق؟ نعم. نعم correct. Okay. الحوار بين المرأة والمشتري. لا، بين باي و والمرأة صحيح. والمرأة. تريد المرأة لحمة؟ لا. نعم she wants meat. نعم. أوكي. In the first sentence she said أوكي. لحمة she لحمن. wants meat. تريد المرأة أرز؟ أرز. لا. لا تريد المرأة طماطم؟ لا تريد مرة الطماطم. لا. تريد الطبق بيض وعلبة ملح؟ تريد طبق البيت. نعم. المطلوب 80 ريالا. نعم. تريد المرأة القهوة؟ نعم. قهوة؟ So قهوة and لا يوجد قهوة هنا. بن. لا بن and قهوة is same, sir. بن is coffee. And قهوة, okay, it's different. Okay. بن basically raw coffee. قهوة is Okay. ready to drink coffee. Okay. Bun means coffee beans, and kahwa is coffee drink. Okay, anybody can answer.
اوكي مستر ياسيني. نعم. الرابط. You answer this. What is the correct answer here? Yeah, the adult is reading. الراشد يقرأ. الراشد يسبح. Long answer. We don't have it. الراشدون يسبح. We don't have yes, but where are Oh, you going? running. Oh. الراشدون يجرون. الراشدون يقرؤون. الطفل تجري. الأطفال يجرون. The adult are running. The children are running. الطفلة تجري. The child is running. The adults are running. The adults are reading. The adult is reading. The children are running. The adult is reading. The adults are reading. The child is running. Anybody can answer now. Anyone? أطفال. أطفال. أوكي. أطفال. ولديها قطة. لديه قطة. لديه قطة. الرجل. الولد. الولد والرجل الرجل. يشربون معها. هم يأكلون بيضا. يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. الرجل الرجل يأكل بيضة. يأكل بيضة. هما هما يأكلان تاني شطرة. شطائرة. شطار. شطيرة. شطار. شطيرة. هما لديها إنها سليفة. صحيفة. لديها سليفة. المرأة تشرب قهوة. الامرأة تشرب قهوة. الرجل يشربون. يشربون. الرجال يشربون. رجال. مس مريم. تورلز. راشد. راشداني. أطفال تشربون. يشربون. الأطفال يشربون. الراشدون. الراشدون. راشدون يجرون. لا لا. يأكلون. 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 راشدون. راشدون. راشدون الراشدون يأكلون. تأكلون. يأكلون. أطفال. الأطفال يسبحن. الطفلان يسبحان.
لديها سمكة. لديها سمكة. سمكة. المرأة تشرب. هو يطبخ. هما يسبحان. هما يسبحان. هما يسبحان. هما يسبحان. not reading. هما يقران. هما يقرآن. يقرآن. المرأة تمشي. أنا أشعر بالحر. ماذا تفعلين عند الظهر؟ واحد. المرأة يمشي. المرأة تمشي. المرأة تمشي. القطة نائمة. القطة نائمة. نائمة. مسالة. يس. لديه سيارة. He has a car. لديه سيارة. لديها شطائر. لديها شطائر. لديه سيارة. لديه سيارة. لديه سيارة. لديها شطائر. لديها شطائر. لديها شطائر. لديهما جواد. لديهما. They both have a horse. لديها شطائر. لديها. She has sandwiches. لديها شطائر. They both have a horse. لديهما جواد. لديهما جواد. لديه سيارة. لديه سيارة. He has a car. Second. لديه سيارة. لديه كتب. لديه he has books. لديه سيارة. He has a car. Third one. لديه سيارة. لديه كتب. لديه كتب. The first one. لديه كتب. لديها شطائر. She has sandwiches. Second. لديها شطائر. لديهما جواد. لديهما جواد. They both have a horse. Second. لديهما جواد. لديه كتب. He has books. Second. لديه كتب. لديهم أقلام. They have pens. لديه كتب. He has books. They have pens. هم لديهم أقلام. لديهم أقلام. لديها جواد. لديهما. They both have لديهما جواد. لديهم أقلام. They have pens. لديهم أقلام. لديهم أقلام. They have pens. لديهم أقلام. We'll stop here. Inshallah, next time. If anybody has any question, they can ask. No. Yeah. Sir, I have a question, sir. Yes. Why is it not ladaihu and it is ladaihi aklamun or ladaihi kalamun? Because of ya. If we pronounce dhamma with hu, it is not okay. Fluent. To make it fluent, to make it harmonize, we pronounce okay. Kasra because of ya. Okay, sir. See you all next time, inshallah. Ma'assalam. Ma'assalam. Wa alaikum assalam.